يصحوا معانا كده ويصلوا بكل قلبهم. تقليل قول دم كده، مش الوقت ليه، قول دم كده. يبونا شمسي او تي تي ابرو سيف شي مرن اسمو اي تي ران تي دا شو يسي سوز اسرن هو سيروك نبكيوتن اغاسوس نمتت نبمس وابجاك اياك سوتي امون حد قاعد ولا حاجة يا جماعة؟ حد قاعد؟ سمي طير ذيك أصوصية مرؤود خني هي ومش مسنوتي نسكيني انت تي زي سيكي نم بيمي تنصاجي نايضة بسخي تنجبتي بنت ابنوتي سلسنين النان بيوطا بيران الأوجاي انت صد ويطبت شي صارك سنخيتي خن قومي تتشف شو بمي سيتيس وزي السيكي انذيري نو في الطيوب إزبي باي أودي فين ستشي سي أموتا شوش دي سوء توكس سوى بن سيوني فين نمبس نائش ساجي مبتايون تسكيني إطا مويسي الساميوس إجي نبتو إنسينا ساميوس إنو كدف ساجي مبشوي سنفا تبدي بستيرو إطفتا مغيرو سيري آرون نم نفشر شمشن خيرس خيني بسيشن تبتشي سينمت خيب انت نائد في سوني روز ماريا تي بارسينوس تسكيني از بی بای تنی چیسی امو اکسیوس خنهان امنو لوگیه مپرو فیتی کن از بی تیانی پیوی اتایو تی باکی از رو ویبن تبنشت نورو تنتی هو تنتو بسرن ششنی افنای هی تن نپرس بی توت فن بی مایرو فضلوا حبايب الناس اللي قاعدة تفاسير العربي كلها نكون واقفين. الناس اللي قاعدين، حد قاعد؟ حد قاعد؟ حد قاعد هنا؟ نصلي بكل قلبنا ونرفع قلبنا. حد قاعد قدامك هنا؟ يلا طيب. حد قاعد فوق يا حبايب؟ حد قاعد؟ اللي مقاعدين يعني حد قاعد في الكنيسة تحت؟ أبدأ باسم الله الساكن في النور الذي كلم موسى من فوق جبل الطور قائلا يا موسى انهض فرحا مسرور لأعلمك بما كان كما عنه تنبأوا ابني ونحكم بات كل شبه مصر وجميع ما قلت له
اكتبوه في لوحات هذه أشياء الإسرائيليين. اسرع يا موسى ونزر هذا المكان وابني في جبة بالحجر صور وعلي شوارع واعمل له أربعة أركان واجمع ما يحيي إليه المنهون. أعمل فريق الهوبة فسحاك التلبيس واطلعها يا موسى بالسهم الإبريس داخل معتارك كرامة للتكريس من أعلى إلى أسفل بالسهم الكمزون. وعمل داخل الجبة مذبح للقربان وعمل حول المذبح أربع عطرين يكون من فوقهما من الزهر كروبيمان بأجنحة مفروض جنبي إلى سطيريون ونعجل فيها تابوت العهد المطلي وفيه القسط ذهب بالمن المكفي وفي شريط من الذهب القصصي وفي لوح العهدي مع صهرون وفيه المنارة من الذهب القصصي وفيه الميدة تشعل كجمر وزيهنا يموت بسائر كل الأرض واجعل فيها أي سبعة طرق ينيرون. السلام عليك يا مريم يا مملوء نعمة يا مشتبه يا رب الرحمة اسمعينا في روح مملوءة نعمة مشتملة بالأنواع يا أم الرحمة اشفعي فينا في يوم السحر ابنك نور الله يا ابن بشير بركات علينا أمين. فقالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه قد نظر إلى تواضع أمته هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطودني صنع بالقوي عظائم قدوس اسمه ورحمته إلى جيل الأجيال لخائفي والمجد لله دائما أبديا أمين. تابوت المصفى بذهب من كل ناحية المصنوع من خشب لا يسوي دلنا على الله الكلمة التي سرسي بغير
واحد من سنين لاهوت قدوس بغير فساد مساوي للآب. هذا الذي أخذه منك أيتها غير الدنسة واتخذ به كأقنوم. لأجل هذا الواحد يعظمك يا سيد لجعل الأسديس كل حين. ونحن أيضا نطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب البشر. الأنفس معان من بني إسرائيل قدموا قرابين إلى مخبة الرب. الذهب والفضة والحجر الكريم والحرير المخزون والأرجوان. صنعوا ثبوتان خشب لا يسود فضحوا بالذهب داخل وخارج. أنت أيضا يا مريم آل عذراء متسربلة بمجد الله داخلا وخارجا. لأنك قدمتي شعبا كثيرا الله ابنك من قبل قهرتي. من أجل هذا نعظمك باسم بتمجيد النبوية. نسأل ونطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب البر. تفسير الثاني. هو هيكون حد قاعد ولا حاجة؟ قال الرب الموسى بصوت عالي يؤدي قم اصنع دي تابوتان وبالذهب اقضي لكي اضع في سري واجعل عهدي في من خشب لا يسبس بالحارب تكسون. تشبهت يا مريم بتدور عهد المطلوب وفي القسط ذهب بالمن العجلي مجيحك في فمي احلى من العسلي نطلق كل سلام. وخلصتي أدا بعد كم مرسول وعده وبنوا إلى الفردوس فرحون. نورت العالم بعد كم الله وحملتي عساكي ابن الله الكلمة كلمة وبروح قدسوزة وحمل في أحشاكي الرب إلى ولدي ورضع لبني كاشب بشريين. وكم شادوا
سوف يظهر منك الرب المتعة ويخلد شعبه في حقبلك بابنك نولد غفران يا شريف هروب السلام لك يا وفقدك المستجبئين بفكر قلوبهم أنزل أقوياء عن الخجاس ونفع المتواضعين أشبع الجياع من الخجات وأنسى الأغنياء فنغين عضل إسرائيل فتاه وذكر نحمته كالذي قال لأبائنا إبراهيم وزرعه إلى الأبد والمجد لله دائما أبدا آمين. الغطاء المظلل عليه بالكروبين المصورين آي الله الكلمة التي تجسد منك يدعو التي بالعين في غير تغيير وصار تطهيرا لخطايانا وغفرا لأسامينا من أجل هذا كل واحد يعظم يا سيدتي ولدتي الى القديسة كل حين ونحن ايضا نطلب ان نفوز برحب شفاعته عند محب البشر مصورا مظللا على الغيب باجنحتهما كل حين يصلي لنا على موضع قدس الاقداس في القبة ثانية وانت ايضا يا مريم ألوف ألوف وأقرب وأقرب يظللون يسبحين خالقهم وفي بطن هذا الذي أخذ شبهنا مخل الخطية والتغيير من أجل هذا لأنهم تكلموا من أجلك بأعمال كاري يا مدينة مقدسة التي للملك عظيم يسأل ونطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب البشر هو هيكون حد قاعد يا حبايب حد قاعد حد قاعد لا لا في التفاسير لا خسارة النهاردة نقعد خسارة حد سرحان ولا حاجة نرفع قلبنا كلنا لفوق يا مريم صرتي
يسبح من غفران وعليه المي تزاد وفيه الجسد قربان هو ابن الله الحي المعطي الغفران لكل نقي طاهر يسكن نعيم في الدوس مسبح العالي مشتملا بالأنوار ونور فوجت الرؤساء والأربع حيوانات أيضا الكراسي والأربع والقوة حملتي ابن الله خلق كل المخلوقات معطي كل حياة لكل جسد ونفوس بالعطية بخورك عنبر أحيا نجمة تنور كالمصباح يا مملوء نعمة يا بدئ الأرض ابنك نور الخلاص بالعيد الفردوس دنيا تنبى في رؤية بسبب قرأت كرسي من نور فعلي رب القوة وحول ألو ربوت ما تغمر يسبحون الله الملك القدوس والرؤساء وحمل كيف أحشاكي يا بكري وولدي ورد على بن أسرومي تيلي السلام لك يا علينا امين.
مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع نجاة لشعبه وأقام لنا قرن خلاص من بيت داود عبده ليذكر رحمة كالذي تكلم من أفواه أنبيائه الأطهار منذ البدء خلاص من أعدائنا ومن أيدي كل مفقدين ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده القدوس والمجد لله دائما أبديا أمين. أنت يا قسط الذهب النقي المخفى المن في وسطه من أجل هذا كل واحد يعظم يا سيدتي ولدة الإله قديسة كل حين ونحن أيضا نطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب البشر يليق بك أن يدعى اسمك قسط الذهب المخفى فيه المن ذاك هدعى في القبة شهادة لبني إسرائيل من أجل الخير التي صنعها معهم الرب الإله في برية سيناء يا مريم حملت في بطنك المن العقل الذي أتى من الهاب وولدته بغير داء وأعطانا جسد ودمه الكريمين فحيينا إلى أبد من أجل هذا نعظمك باستحقاق تناجيل نبوية لأنهم تكلموا من أجلك بأعمال كاري يا مدينة مقدسة التي للمعظيم نسأل ونطلب أن نفوز برحمة بشفاعة عند محب البصر حد قاعد يا حبايب حد قاعد أحباؤنا في البيوت ارفعوا قلبنا قلبهم معانا يا قسط ذهب غالي والمن مخفى فيه رمزا وإشارة عليك يا والدة الإله يا حجر الجوهر يا سفينة جات باكي يا مريم يا ابنة يون يا سلم يا حب حملت الكيان خلصت لك المحبوب وولدت شبه انسان وشفى كل المرضى فتح عيون العميان وأقام الميت يا عصا هارون نورت الأزهار يا بغض سائل مملوها أنوار وكرمة مغروسة حملت الأسمر بدنك نلنا غفران يا جوهر نون داود جلف المصروف وجلف القصارى الرب اختار سيد وسكن فيها بسبب هذا كل مثال ورمزا وإشارة عليك يا رب اختار حسنك وسكن فيك الإله ولدتي وربع لبان ثدييك بيفا ارتفعتي جدا وصرتك أعلى سماء فوقتي كل رؤساء والأبرار والصدق
الصديقين يا مملو أنا ما يا طور النهار يا أم ما يا نور الأرض ابنك زلت الظلم وقصرنا أحرار وورثنا بعمتنا بالمكروه السلام لك يا مريم مستملة بالكم يا أم الرحمة تفتحي فينا اليوم السحر للنجل المطلع يا ابنة ابنك نولنا طالع يا ابن الديون القسم الذي حلف به لإبراهيم أبينا ليعطينا الخلاص بغير خوف من أيدي أعدائنا لنخدمه بطهارة وبر أمامه كل أيام حياتنا. وأنت أيها الصبي تدعى نبي العلي لأنك تسبق بالمسير أمام الرب لتعد طريقه وتعطي علم الخلاص لشعبه لمغفرة خطاياهم والمجد لله نادر. أنت المنارة الذهب النقي الحامل المر المتاقد كل حين نور المقرب إلي الذي من خير المدنى منه الإله الحق من الإله الذي تجسد منك بغير تغيير وقوم أرجلنا إلى طريق السلام به شركة أسرار مقدسة من أجل هذا كل واحد يعظم يسجد للقديسة كل حين ونحن أيضا نطلب النفوس برب بشفاعة عند محب البشر كل الرتب العلوية ننتظر أن نسبك بالمنارة الزاوية عن النور الحقيقي فتلك صنعت من ذهب مختار نقي ووضعت في القبة تدبر بأيدي بشرية إذ يطازف صبحا نهارا وليلا الذي في بطنك يا مريم الأرض أضع لكل أتيا إلى العالم لأنه هو شمس
أجل هذا نعظمك بإسته بتمجيد نبوية. لأنه تكلم من أجل أعمال كريمة يا مدينة مقدسة التي للملك العظيم. نسأل ونطلب أن نفوز بشفاعتك عند محب البشر. تفسير الخامس. حد قاعد يا حبايب؟ حد قاعد؟ حد سرحان؟ الله كلمنا فوق جبل طور جهار. قم اصنع منارة من الذهب المختار وفيها سبعة سرور تنور ليل ونهار. من داخل للجبة نمت كيف طول في كل لمسة بنورك أشرق فينا أنون خاني بسرور. أنت هي المنارة المملوءة وار وشعاع نورها شرق على كل الأرض. وعليتي يا مر عن الآباء الأبرار حل بروح قدس في كرة بالقدوس. يا موسى فوق جبل الطور فجرى عروسك أوحى يا حي القدس بفرح وبكى وسرور. من المنون في سائر ديكوس ليس من يشبهك في الأرض ولا في السماوات. والرب فضلك عن كل المخلوقات وقد شهدوا عن في أسفار ونبوات. سموك الآن تشرمدي إسنيسوس وقال أيضا يا أم الإنسان إنسان حل فيه وهو الملك الدين الذي هو ماشي أرسل روح قدس ببيان ووضعت الله الحق الخالق كل نفوس. سلام لك يا اسمعينا في يوم السبت باذنك نلمس خلاص يا ابن السليم. السلام لك يا مملوء نعمة مشتملة بالأنوار من روح مستملة بالرحمة يا أم الرحمة. اشفعي فينا في يوم السبت بابنك نلمس خلاص يا ابن السليم. السلام لك يا مملوء نعمة
مشتملة بالأنوار يا أم الرحمة اشفعي فينا في يوم الزحف ابنك نور من أجل تحنن رحمة إلهنا الذي افتقدنا به مشرقا من العلاء ليضيء للجالسين في الظلمة وظلال الموت لتستقم أرجلنا إلى سبل السلامة والمجد لله دائما أبدا آمين. أنت يا المجمر الزاهد حمل جمر النار المباركة التي يخاز من المسبح يطهر الخطايا فيمحو الآثام يا الله الكلمة الذي تجسد منك رفع ذات بخورا إلى الله أبي من أجل هذا كل واحد ونحن أيضا نطلب أن نفوز برحمة بشفاعته عند محب البشر حقيقة لا أخفر في شيء زمادة أو تلك المجمرة فتلك يرفع فيها البخور المختار أمام الأقدام ويرفع هنا خطايا الشعب من قبل المحرم ورائحة أنت أيضا يا مريم في بطنك غير المنظور كلمة الآب ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا من أجل هذا نعظمك بتمجيد النبوية تكلم من أجلك أعمال كريمة يا مدينة مقدسة التي للملك العظيم نسأل ونطلب أن نفوز بشفاعتك عند محب البشر حد قاعد يا جماعة؟ حد قاعد؟ حد تعب ولا حاجة؟ في ناس كتير في النص كده خلاص قربنا يا شريط هارون إلى حملة جمر النار وبخورها وعبرها مال كل الأخطار بوجودك يا مريم فزنا من حر النار وبك تمت موعود كما عنك تنبأ يشريها في عاطب وبخور حملت ابن الله إلى النور من نور وحل في بطنك تسعة شهور ونديه ورضع لبني يا شبه المخلوقين يا شريط هارون فيها بخور من عبار يا ابن هود يا حجر الجو حملت الماء وظهر منك مجا وفك كل وساقك وكسرت خلقك كون Yeah.
تشيد الأجساد أختي فصدق في وإليك رب أرى روايا ذيبك فاع من عنبر وزا وجلعتي أمسى في النبوة قد شهدوا طباك يا مريم أمي سوس بخريستوس يا هيكل طاهر وعجل القدوس قاضي شعب النيل فمنسى وصول وجميع من في الكنيسة والشعب يا هيكل صان نورك عشرة فينا وملأ كل الأكوان وحملت الخاف ابن الله ولتيه كإنسان بالله دون السلام لك يا اطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام جميع الشعوب نور إعلان الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. Hey, 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 hey,
Oh,
دوتن زو بسرن ششني ابناي هيتن نبرز بيا توتن بيمار رومي. تفسير السابع. يلا يا حبايب الناس اللي قعدوا كده، يلا الناس اللي قعدوا كده، الناس اللي قاعدين عشان ما ننامش. اخر تفسير. الناس اللي قاعدين صحصحوا كده، احباؤنا في البيوت، او الميكروفون زعق. دعيتي ام الله يا ابنة قيم، وصرتك على سماء وفقت الكروب، ظهر منك ينبع الى حال وابرأ كل سقي ورد الخروب في الدار، وهدى فخل اركون. يا كنز الجوهر يا صفارون، يا جسد ذهب غالي والمن مخفى فيه، يا هيكل أحب الله وسكن فيه، ومن يؤمن باسم من بعد الموت يحييه، يا مسبح حمل السر المكتوب. سلام لك يا مريم يا ست العذراء، سموك الآن كنجا لمرارا، فحذره عنك جبوزا وإشارا، يرقو بالعمار في شرب الحارور. يا هيكل وحجاب يا كرس الله لقاه رب الصبر بك يا مريم، صد بنعيم ملكوت باكي يا مريم، اتصون انت صولو مون. عبدك فاطر وزليل ومهين، وبلده بالفي قرية تدعى سيد من نرجل، خلص من ابنك كوني لنا حصنا وحصين، بكاي الرب جمعنا مع كفة في الدين. السلام لك يا
4 مرات اليوم من كل قلبي وبارك اسمك يا رب الكل. ذكرت اسمك فتعزيت يا ملك الدو وإله الآلهة. يسوع المسيح إلهنا الحبيب الذي نادى من أجل تلصق متجسدا وتجسد من الروح القدوس ومن مريم العروس الطاهرة. نسجد له ونرتل لأمه مريم الحمام الحسنى ونصرخ بصوت الدال القائل السلام لك يا مريم أم عيناه. السلام لك يا مريم خلاص أبناء. السلام لك يا مريم أم المن. السلام لك يا مريم ثاني القرب. السلام لك يا مريم فرح الأجيال. السلام لك يا مريم فرح أبيد البار. السلام لك يا مريم العذراء الحقيقية. السلام لك يا مريم السلام لك يا مريم نعمة إبراهيم. السلام لك يا مريم الإكليل الغير المطمع. السلام لك يا مريم خلاص إسحاق الجدي. السلام لك يا مريم أم القدوس. السلام لك يا السلام لك يا مريم فرازة موسى. سلام لك يا مريم والدة السيد. السلام لك يا مريم يا كرامة صامو. السلام لك يا مريم فخر إسرائيل. السلام لك يا السلام لك يا مريم يا صديقة سولي. السلام لك يا مريم رفعات الصديق. السلام لك يا مريم خلاص أشعي. السلام لك يا مريم شفاء أرميها. السلام لك يا مريم والدة الإيه. السلام لك يا مريم أم يسوع المسيح. السلام يا مريم إلى حمام الحسن. السلام لك يا مريم أم ابن الله. السلام لك يا مريم التي جعلت Yeah.
أكثر من عصا يطول ممتلئة نعمة. ما هي العصا دي الأمر لأن همسان باتوا لكتها عدلت وولدت بغير مبادرة ابن العلي الكلمة الثاني بصلواتها وجمعها افتح لها يا رب باب الكنيسة. ما أسألك يا والدة لي اجعل أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين فلنسألها أن تطلب عنها عند حبيبها ليغفر لنا. اوعى حد يكون تعب، خلاص باقي حوالي ساعة الا تلت والقداس سريع وخلاص. يا ممره يا ست الأطهار قد نلقي تعظيم من نور الأنوار وحبتي تعظيم من عند قد صار وحملتي خالق من زال يحتار أصرتي وأبوها سر وسألها سر ومحبوها وفي الإنجيل قد قال يقول جدوها في كل الأيام يا ابن يوكب قد صبت الشر يا أم رحمة وأنت قد صرتي مملوءة نعمة ولله صرتي حجابا للكلمة واحتارتيك أرباب التفسير. الحصن العظيم أنت كنز الرحم يا عون المساكين بك زلة النقر يا قدس الجد وشفعتنا في الزحمة يا أم الرحيم. يا أم الرحمة أنت هي الكرمة المملوءة أسمار المخطئ النديم وعتق العهد
من كل الأضرار ربك من صغري لما رأى طوري قد طيب ذكري في كل الأخطار أرسل لك نبرينا بمحكم الأبواب وبشارك إذبار الله لك إذبار روح قدس ملاكي وسكن في الرب القدوس منك آتى ودعيائي ونظرته الأبصار موسى رأى العوج والنار فيه تتأجى وأغصار فرهاد ما فرطون فالد عمانوئيل الملك الجب وحصتيا رأت دخل في ربنا أربا وخدم الباب عليا المطار شبه ابن الإنسان وله السلطة على كل الأرض وهو رب الأرض ومن حوله تغمى قولوا ربوات من عيد يا ابن يوقيت تهت الكربيم وأيضا السيرة واختلاب إلى أبرار منك جاء المولود في الرب المعبود ينبع فيك داود بالعشرة أوطار الوطن الأول قول مبجى والعشرة تحبان بالملك الجبار في فطر التاج تدهد التاج يردد بالألحان مع ضرب صارم بالنور مشتق والرب لك اختار في الوطن الرابيع نزلي سامع ذا قول شائع بحمامة هي تسهر بالزابل فقال منك بيرا صار والسادس قال فيه قول ما لكني وأشهر إجهار ترى هالنواس وكان لها بالطار
تظهر حقا منها الاله وهو ابنه والبكورية بحزنه ووجهه الله في صهيون ظاهر مسكن لم يوجد مثلك أية والبيت لأنك فاكت الأسر عن آدم والعار يا سيدة الأكوان يا فطر الإيمان أنا عبدك خيران خالق الأوصال عالم عالم هو قصدك لا تترك عبدك قصدي من ابنك هتقول من الله لأنك خير من والدعاء يقبل ويسمع بعنه ادفع ضربات المكة قم والهات يا مسكين والبس ثوب اليقين وقل آمين آمين آية تشفع في الحوضة بالنظر اللي تمدى عبد اللقين ماله يوم سوى سيدة الأرض قم ومعك يا مسكين والبس صوب اليعطي كين والبس صوب اليقين وقل آمين آمين تشفع في القضاء والنظم المسك أنا دايما أقول تسبيحة إياك مش مونولوج ولكن ديالوج يعني احنا مش بنكلم نفسنا لا العذراء حاضرة معانا حاضرة معانا وبنكلمها وبتتفاعل معانا بديالوج مش مونولوج واديني بالكم يا حبايب فاحنا بنصلي بكل قلبنا والعذراء أم النور زي ما نقول من يمدحها شطرة تشفع فيه ألوف من يمدحها شطرة تشفع فيه ألوف بس أوقات ربنا بيتأخر في الرد والعذراء بنفتكر إنها بتتأخر بس ربنا عنده ليه مواقيت حد قاعد طيب يا ابنة داود كم من كم قديم جاء بشر بورود ابن في العالم كم من كان موجود في حضنك هايل كما أمثل ونبوة موصوف فيه يا باب مقفول راى حزقيال في المشرق مشمول بالنور متعاجل عذراء وبتول في سطع ضامت خضعت له ربوت وألوفي Ah!
قلع انبار رائعة طيب وفاء سيدنا دبار وحملت بأفراح وولدتي وزهار نجمه في الإصبار ووضعتي مذوات بخرق ملفوف يا خشبا لا يسوس وجبلت البشرى وحملت الجب وانت هي عذراء ورجعنا الفت بابنك دفعاءه وبكت ما أمنا من بعد فيه يا ذكر الملة وأصحاب التراتيب نظرك مستملة بجبت وتاليل وكواكب والرب داخلها مركبة لابني والنور شاملها ابنك هو باب الاب متحدين يا سلم راعي الابيض من فوقه موضوع روح الله جاد الرب يسوع في العذراء متحننا رحيما ورؤوفي مزمور بفنون إله الآلهة يظهر في صهيون وقد أكمل ما قيل من أجلك بوصول في طوبى صرت من قدوس أمدحك يا إنياب بنظام مخصوص أزهارك أشعي وتنبأ عاموس بحلول روح لا في الحشا والجوفي يا دور الفردوس يا جو الشمسون رعاكي ميخاوس وتنبأنا حوم كرة سيفونيون فمنظرنا غصن العوساد ومتوج بالنور رآه موسى إرهاد من فوق جبل فما أحسن وأبهاد زل أمر المشهور شاع اسمك كل العالم بوصول فيه يا فزجية ما بألوح ما
مرمار سموك العلماء كنزا من جوهر سرك منكتما صار منك مجهر به الميت هو فيه لك كل التعظيم يا عذرا مجدك علي موصوفي يا لوحا مكتوب وسمات النعم أشرق شمس العلم منك في الظلم وفي أحشاك حل روح الله الكلمات بعد كنعان بوجه مصروفي يا مائدة من نور وطعم روحاني خلصنا بسرور من بطنك إنساني يا وطن الشرور وكيد الشيطاني وأعطانا جسد في دم الموصوفي يا نعمة لحلول اللاهوت منك صار ظاهر اسمه بالناسوت وهو قدر طاهر واحد من السبع تسبح له كل الربوات والقوت فيه وعات الأصل من ذهب صافي والمن المخ في وسط مخفى رجع آدم بعد كان من فيه حواء هي أخويت وبيك قد عوفي يا نفس العباد أوات العباد كم نص نبوات كم نحو البدوات كم رأوا رؤيات كم ضربوا أمثال كم تحير فيك معلم شهداء أنبع بالقدرة وقد صرت من بعد بلادك عشرة وإحنا مع أبو السعد أحوى المعرفة وفي مريم حيا لمدائح موصوفة وسلامي إلى العرب
فاكر اللي علمني التسبيح لما كنا بنسهر في ملاوي زمان، كان يقول لي ايه، شوف بقى خلي العذراء تحسبها، سهرنا كام ليلة السنة دي بكام شطرة، وتضرب في ألوف وتحسب بقى. ما هو بيقول وسلامي إلى العذراء في سري والإجهار، من يمدحها شطرة تشفع فيه ألوفي. احسبي بقى يا أم النور، احسبي لكل الناس دي واشفعي فيهم. هنقول ثلاث مرات ويبقى باقي مديحة واحدة بس ويبقى خلصنا. هو يكون حد تعبان ولا حاجة ولا؟ وسلامي إلى العذراء في البتول زين الأب، أم إله القدر يسوع عالم الأسرى. وسلامي إلى العذراء في سرك ولك، من يمدح شطرة تشفع. وسلامي إلى العذراء في البتول زين الأب، أم إله القدر من يمدح شطرة. سيتاسني ويبشو يا سبيري إبور خنسو يباطري يرشيس نمن بروفيتي بريتم يخود جارم بيو بيتم بيري إبور أبوك تنكربو جارك بوم بيلو غوص جنس برمان رومس وينا تاكون جيتي فارسينية بباجت كيولي غوصي غوص نتاسي هو إشكي شيري مديحة أمدح في البتول، آخر مديحة. ده استقبال المديحة مش كده؟ استقبال إنه أمدح في البتول. حد قاعد؟ حد قاعد؟ أيوة كده، خليكم شداد. وقف على جنب حبيبي. أنا أمدح في البتول وأشرح أنا وأقول أنت أصل الأصول، قول يا جوهر مكون بيك يا نعم وخلاص جنسي قد بان. نحن بك فرحون لجسد الابن بسبات من فضل البنات صلب عنا بمات عند الإكرام I'm
شبهية قلبي بشاير وقوة هل وجبلتي ما قال وهو سر مكتون حاويت وهو رب القدرة وصرت سماء يا ابن نون خلصت أداء بعد الكنان وعطفت العالم من جيل الغربون لا إيمان كنكين تجسد هو الوحيد لكن خلاص داود عنكي ان الملك اشتهى حسني وتجسد منكي رب العرش المكنون دار طوات ثم قلوب من حول العرش وقوف وطوائف وصيف وشهداء متصلون بك يا قرة الأعيان ونحن بك فرحون سالوا ما شئتم والجناديل فضة بتضوي والظل أضوي ده مدحي مدحي قول فات كلبي فضة واللي انت سائل كليم اسم سفر التكوين القوي قال رأك يعقوب العظيم كسلم بالبهاء مقروب شاهد عنك الرؤوب انك شافعة النفوس يا ذكري كما تنبأ النبي يون صاحب شعبي فقرت ان يسوع يظهر شبه نتن ومطار يحتر في الوسخون ضل بحواء قصر في مهوى نديم فرق وعريان هائل
مريم عجبني نعاد هاد والجنادين تعاوب فدوي والسلطان أبودا مدحي ذات قلبي بارا واللي يمتح على طول على طول قلبه ينصار يا دوب ونورك قد أشرى أقوي في الظلمة أبرك وغصني أورا فجنى ثمار المسيحي طوباك يا سماء حيرت العلماء طوباك يا سماء حيرت العلماء طوباك يا سماء حكما في وصفك يتكلمون ظهر منك إلى المتعالي في سلام وإننا لنسجيك كما يفعل المطلوبون على حسنك وحملته بطنك فخلص به البشري وسفاني حبك يا فخر الرفاه ودم سراء يا مريم عجب من عهد والجناديل بتدوي والسلطان أبو إذا مدحي بد قلبي فارا واللي يمتح على طول على طول يا جفة موسى غلت فيك المدة يا بهجة الأرواح غالت فيك المدة يا بهجة الأرواح بل يمدحك دايما في نجاح ويقول صحيح موثوق فزت بعفو ربي ووقصدي ومقلبي يسوع وأمه حسبي حتى بيك من الفائزين أكون والجنادين تعوض بدوي والسلطان أبو إذا مدحي ذات قلبي بارا واللي يمدح على طول على طول قلبه ينشارا يا
لك كل تعظيم يا ابنة يوقين، حملت السر العظيم ووضعت يا قرة العيون عند موسى ودنيا، ضرب فيك الأمسى ونطق بصحيح الأقوى في حبلك يا ابنة. نورت الأسوان يا فقر الأجنان، لولاك ما كان كل خلقك يعطون. يا نوار جاءت بها الأعيان، ذهب وامرها ولجنادي الفضة بطدو والصلبة، أبو ده مدحي مدحي زاد قلبي فارا، واللي يمدح على طول على قلبه ينشارا. يا قبة وسجدوا للمولود، سجدوا للرب المعبود، وسجدوا للمولود، سجدوا للرب المعبود، سجدوا للمولود، سجدوا للرب المعبود. وهيرودس خايف مجهود وجند منتشر، لا تهمين في كل حين ولادك الخطى المساكين، لا تهمين في كل حين ولادك الخطى المساكين، لا تهمين في كل حين شفعتك الآن وكل الآن، ويوم الدين أرجو أنا والمؤمنون. يا سيدة الأبطال يا من لك الشرف والفخار، اسعي فينا بينك ده والانتصار على أهلنا ينقلون. نسألني وجوها معي وحصول شعبك على ابننا، يوم الخلائق يحشرون وزباني الأيام. يا فخر الآن أم وفق بكما، أم يا فخر الآن أم وفق بكما، بل نصهر وانسى يا أمنا العطرات.
يا أمنا العطرة اشفعي فينا يا عطرة اشفع اشفع وسباني أم القدوس تحمل كل كروبيم صرتي أم تحمل كل كروبيم وانت فخر جنسينا وانت أيضا أمنا وانت فخر جنسينا وانت ايضا امنا يا امنا العطرة راعينا بعيون كل أيام راعينا بعيون كل أيام اشفعي فينا يا عطرة سبني خبيك يا فخر الرتام ودموس يا مريم عجب من عجب وكان في الخطاب تدري والصلبة مدحي 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 زلت أقول مد قلبي فارغ واللي يمدح على طول على طول قلبه ينشارى
ثيو ينهي كانوس إهو تنيس أو بديرو إسري طبيقون أو سيس مهنمو إشو سي إما شو إهو تني باتري عرشيس أو تتايون إهو تني برو بيتي أنتي جنمو شيخن أوبا ريسيا إهو تني شيرو بيم نمني سرافيم فارغرز بابين يقول نهر تنسوتير حبو سنت افتقرون خم بنقطي اتسوتور فارغر امون تنبي قيدور تنين نوبي اذ انساشني ابناي اتن برد بيا راني بنت تشوسن تاني اصوماتوس ني انان شون انجيلوس نم ارشي انجيلوس في أوين لام بروس إهوت نيشيرو بيم نمني سرافيم نابي سو انت سهر بزن صاهو فنهو إسليلو وي مجدك يا مريم أرفع من السماء وانتي أكرى من الأرض سكانيها لأنك أنت بالحقيقة الطريق الحقيقي المؤدي إلى السماوات لابست الفرح والتالب وتمنطقت بالقوة يا ابن صهيون يا من لابست لباس السمائيين وردته مرة أخرى إلى الفردوس موضع الفرح ومسكن الضيقين ضب حبيبي يا مريم العذراء موضوع في وسط الشهادات الصادقة الثبوت غير الدانيس المصفى بالذهب من كل ناحية والغطاء الكروبيمي القسط الزهبي المخفى فيه المن هو ذا كلمات لذات وتجسد منك المنارة الذهبية حمل النور الحقيقي الذي هو نور العالم الذي لا يدنى منه المنارة الذهبية الحمل جمر النار والبخور المختار العنبري سهرون التي أظهرت والزهر المقدس التي للبخور هذه جميع أمان تدلنا على ولادتك العجيبة يا مريم العذراء زينت انفسنا يا موسى بكرامات القبة التي زينتها القبة الأولى التي صنعها موسى موضع مغفرة خطايا بني إسرائيل صنعها بمجد كقول الرب وكجميع الموصول التي أعلمه بها كان في القبة تابوت مصفى من داخل ومن خارج كان في القبة غطاء وكروبا ذهب يظللان عليه كان في القبة غصن ذهبي وكيل المال مخفى فيه كان في القبة منارة من ذهب
فسبع سروب تضيء عليها. كان في القبة مجمرة من ذهب والعود المختار في وسطها. كان في القبة لتبخر يستنشق رائحة جميع قلب إسرائيل. كان في القبة عصار هذه التي أظهر بغير أرس ولا صار. كان في القبة مائدة ذهبية وخبز التقديم موضوعا عليها. كان في القبة تم رائحتها ضابط الكل يرفعه ناليك خطايا الشعب. من قبل مريم ابنة يوحنا الذبيحة الحقيقية لمغفرة الخطايا. من يقدر أن يصف كرامة القبة التي زيناها النبي؟ لما رأى المعلمون المختار للكتب المقدسة تعجبوا جدا وفكروا بتمام السامي وفسروها من الكتب المقدسة. ودعوا مريم ابنة يواجيم القبة الحقيقية لنادي الرب الجنود. شبهوا التابوت بالعذراء وذهبوا المختار بطهارتها. شبهوا الغطاء بالعذراء وطاروا بالمجد للعلي عليها. شبهوا القسط الذهبي بالعذراء وكيلات المن بمخلصنا. شبهوا المنارة الذهبية بالكنيسة وسرج السبعة بالسبع طبقات. شبهوا المجمار الذهبية بالعذراء وأنبارها بعمانوئيل. شبهوا زهرة البخور بمريم الملكة وبخور المختار ببتوليتها. شبهوا عصار بخشبة بالصالي التي صلب رب عليها حتى خلصنا. شبهوا المائدة الذهبية بالمسبح وخبز التقديم بجد الرب. شبهوا رئيس الكهنة بمخلصنا الذبيحة الحقيقية لمغفرة الخطايا. هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصالب عن خالص جنسنا. فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجولة. فتح باب الفردوس ورد آدم إلى لأسلوب مرة أخرى. من قبل مريم ابنة يوحنا عرفنا ذبيحة الحقيقية لمغفرة الخطايا. ونحن أيضا نطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب البشر. ورحمك يا إلهي غاية لمحصى وكثيرة جدا هي رأفتك. قطرات المطر محصى عندك جمعها بحرك إلى أمام عيني. فكم بالحري خطايا نفسي هذه الظاهر مامك يا ربي. الخطايا التي صنعتها يا ربي لا تذكرها ولا تحسب أسامي. من العشار اخترت والزني خلصته واللص اليامين يا سيدي ذكرته. وانا ايضا الخطيه يا سيدي علمني ان اصنع توبة. لانك لا تشاء موت الخطيه مثل ان يرجع وتحيا نفسه. ردنا يا الله الى خلاصك وعملنا كصلاحك. يا
أنت صالح ورحوم فلتدركنا رأفات سريعة. ارفع لنا كلنا أيها الرب إلى مخلصنا وارحمنا بعزيز رحمتك. هؤلاء أذكرهم يا سيدنا المسيح كن في وسط صريخا قائلا سلامي أنا أطيفهم سلام أبي أنا أطرفهم معكم. يا ملك السلام أعطينا سلام قرر لنا سلام واغفر لنا خطايانا. فرق علي الكنيسة وحصنها فلا تتزعزع إلى الأبد. عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبي والروح القدس. يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويكفي أمراض نفوسنا وأجسادنا. نشتمك بخريستوس بكيوت أغاسو نمتت نبمسوة جئك إيئك سوتي إم نعظمك أمنا. أمين. كريا لا يسون كريا لا تون يا الله ارحمنا. كريا لا يسون يا الله اسمعنا. كريا لا يسون كريا لا كن يا الله انظر إلينا. كريا لا يسون كريا لا كن يا الله ارأف علينا. كريا لا يسون كريا لا يسور كريا لا كن نحن جبلتك. كريا لا يسور كريا لا يسور كريا لا كن نجينا من الغلاء. كريا لا يسون نحن عابدا. كريا لا يسون كريا لا يسون أنت ابن الله. كريا لا يسون كريا لا يسون كريا لا إنك أتيت وخلصتنا. كريا لا يسون كريا لا يسون تعبنا بخلاصا. كريا لا يسون كريا لا كن واغفر لنا خطايانا. كريا لا يسود. تفضلوا ارتاحوا دقيقتين وهنصلي باكر سرا. احنا ان شاء الله هنخلص القداس بدري. محدش ياريت محدش يمشي. بنعمة ربنا ستة وربع هنكون في الشارع. اللي يسهر سهرة طويلة زي كده خسارة ما يخلصوش بقداس. القداس هيبقى سريع وان شاء الله ستة
ما بين 6 و6:15 نكون في الشارع إن شاء الله. الله يسلم يسوس يوسف بكير بنتكراتور. اللهم اجعلنا مستحقين نصلي بالشكر يا أبانا الذي في السماوات. شليل يرني باسي Generini mi venin je pi pan tu kratur, šo je se tenuti. Riele, mi ve šo je se vnuti pi pan tu kratur, vjote pen šo je se openuti, open so ti resos bi je Hristos. Naš kurak je Arapa ala kulla hal, no min ajli kulla hal, wa fi kulla hal, lennak satartana, wa antana, hafistana, kubiltin elik, ašfakta alina, abdattana, atajta bina, إلى هذه الساعة يا رب ورحم. لهذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام وليالي حياتنا بكل سمع مخافتك كل حسد وكل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا مصالحات والنافعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان يوصل الحياة والعقارب كل قوة العدو إليس نوين مار نوش تنتيت ليس وابتف يوتن بشيرين من نمه إيس وانتان إلى وسني خرستي ينوث Ono elbi sentan kensi esko ve mare dedin aynak dene hıbrız ve yeşerene mare eyya ki eşerom bile Şerene mare eyya ki no şerene Efuam shereni mare yasfam fi esuam Reil bin ishten arshia Arbiro shervet avishin obi mare yasfam Shereyu anis bin ishti em goro Odromo sherebi awi bepsingenis Emman uvi il eser no sero يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك رب رحم رحم رفات اشفين وزعلم عنا كل مرض الصور وحلى مرض والذين ابطمت روحنا في مرضكم وعزيهم المعذبون من ارواح الشرير اعطكم جميعا وارحم تحل المربوطين وتقيم الصافتين يا رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له من اذى صغري القلوب كل نفس مضايقه مضى عليها يا رب رحمه أعطيها معونة أعطيها خلاص أعطيها غفران خطاياها وأسامها أمرض نفوسنا يا رب اشفيها والتي لأجسادنا عافيها وطبيب الحقيقي لازم نفوسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعدنا بخلاص يا رب
تكمت أغاسوس بما يروني أريف أريف شويس نيسي سياني فرسورا نيشي تيموتي وطايوني كيري إليسون بل إليك على مسبحك المقدس الناطق السماء رائحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين وكما قبلت إليك قرابين أبيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفلسي الأرملة هكذا أيضا يا رب نزور عبيدك اقبل إليك أصحاب القليل وأصحاب الكثير الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين تهم الباقيات وعد الفانيات الأبديات وعد الزمانيات السمائيات وعد الأرضيات بيوتهم ومخازنهم لا من كل الخيرات أحطهم يا رب بقوة ملك ورؤساء ملائكتك المقدسين كما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم هم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدار لا تتركهم عنك يا رب رحم فلنسبح مع المئة القائلين المجد لله في العالي وعلى السلام الناس المصار نسبحك ومرجعك ومرجعك مجد الله وابن الروح القدس له كل وانت سر كل صحيح مستشفى ابانا الذي في السماوات بخريستوس يسوس بين شوي سمين الليل ويا شرين ايدن تيوروس يسوى بسم الوقت من برسينوس السيوني بين تيمس نوس مهم بخريستوس شرين ايوتي برسينوس تيورو امين ريسين شرف شوشون تي بين جنوس اريكونان الامانو ايل إن غشت فول خايتين تي أناستاسي سنتني رف موت نبيون خنتي بيون اسني وامي اللهم ارحمنا قد لنا بالرحمة طرف علينا واسمعنا آمين وباركنا واحفظنا وأعنا آمين وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا كيري ليسون السيد الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا
أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بوصايا نجيلك المقدسة بطلبات قديسي. صلوا نجيلك المقدس رب ورحم. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. تن جه بیس نیو خن فرانی مبشویس ان تینی گوم کی یف تو تو کاتا دو کنا وی و فانگلیو تو انا بنوزما ساسی کی نیه تکو بخوفنا امام الله انصتو لسماع الانجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. ينزل مثل المطر على الجزه ومثل قطرات تقطر على الارض، يشرق في ايام العدل وكثره السلام الليل يا. فليرفعوا في كنيسه شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ، لانه جعل الابوه مثل الخراف، يبصر المستقيمون ويفرحون. اقسم الرب ولن يندم انك انت هو الكاهن الى الابد على تقسيم الكيسادات. الرب عن يمينك يا ابانا الطباب المكرم البابا الانبا تودروس الثاني، وشريكك في الخدمه الرسوليه بين الاسقف المكرم الانبا يؤنس. الرب يحفظ لنا حياتكما امين الليل يا. مبارك ولاتي باسم الرب رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ولكن إن كنت بأصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. إذا تسلح القوي ليحفظ داره فأمواله تكون في أمان، وإذا جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه ويأخذ سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع غنائمه. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدده. وإذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول حينئذ أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، ومتى جاء يجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك فتصير أواخر ذاك الإنسان أشر من أوائله. وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. أما هو فقال لها: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. والمجد لله دائماً. يا أبانا الذي في السماوات، بخريستوس يسوس بن شويس لوبيون سو كيريه كومينسيوم تابوبو ايريني باسي تبنيف ماتيسو. أيها السيد الرب يسوع المسيح كلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألامه المخلص المحيط، الذي نفخ بوجه تلاميذ القديسين وقال: اقبلوا الروح القدس. من غفرتم خطايانا غفرت، من أمسكتموه عليهم سكت. أنت الآن يا سيدي من قبل رسلك الأطهار نعمت الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة أن يغفر الخطايا. حلو أربطه كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي. نحن المنحن برؤوسنا أمام مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا. كنا قد فعلنا شيء بعلم أو بغير علم، أو بجزع القلب أو بصغر النفس، أو بالفعل أو بالقول، فأنت كصالح
ومحب للبشر. اللهم إن املأنا بغفران خطايانا، باركنا، قدسنا وطهرنا واملأنا من خوفك. مين كرياليسون كرياليسون كرياليسون. شوي اثنين عن بشوي اثنين عن تسبيحة وصلوات الساعة الثالثة والساعة السادسة من مزامير معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا أمين. ساسيوسي وسيمون فصل من إنجيل معلمنا القديس يوحنا البشير بركاته على جميعنا أمين. أجل معزي الروح القدس الذي سرسل الأبرزني وعلمه كل شيء وذكركم كل ما قلته لكم. سلامي أنا أعطيكم، سلامي أنا أترك لك، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تكذب، سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليك. كنتم تحبوني كنتم تفرحون بأني أمضي إلى الأب. أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، ليس هذا العالم آية وليس له في شيء، لكن كي يعلم العالم أن يحب أبي وكما وصى بي كذا أفعل. قوموا ننطلق من هون. هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطع، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في وأنا أيضا فيكم. ليكن لقاء رب السلام والمجد لا دائما لبدين امين. تنوشت مكبه هرستوس لنبكيوت ناسوس لنبب نغمايس وابجياك ياك سوتي من عينان روحك القدوس يا رب الذي ارسلت ترميزك القديسين اسكن مكرمين وقت الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا يا الصالح، لكن نسألك ان تجددوا في احشائنا قلبا نقيا نخلق فيها الله روحا مستقيما جدد فيها احشائي. لا تطرح من قدامك وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها رب الذي أرسلت روحك السكاة لميزك القديسين سكن مكرمين وقت الساعة الثالثة هذا لا تنزعه مني يا الصالح، لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداس والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء أن تضيء نفوسنا، يا من يهدي لكل إنسان آتي إلى العالم ارحمنا. أنت الكرمة الحقانية الحاملة عن قود الحياة، أنت نسألك من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم بيوم يهي طريقنا، لأنه إلهنا إله خلاصنا.